صباح جميل. شوف أخبار وش صاير باليوتيوب والاشتراكات، شوف فيديوهات جديدة. سينو سيد سيد والله حلو. يس بليز. أخبار تجريزية كيف؟ ها؟ منصف سطور قبل يوم واحد. تايم كرافت لقيت بيضة نارية كيف أحلام؟ ازاي يا جماعة؟ السلام عليكم يا شباب، معكم الله 17 لايك. موسمي قناة منصف ستارت اب شباب. اليوم بنسوي رحلة كهفية في سيرفر تايم كرافت، فقبل ما نبدأ المقطع لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. وصلنا كون صور فيديوهات يا جماعة. انا اعرف يا جماعة كون صور فيديوهات، بقيت بس انا بس يا جماعة. مسألة خصوصية وضرورة. دقيقة يا منصف، دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم يا شباب رجعناكم سلسلة جديدة، سلسلة جديدة في ماينكرافت سيرفايفل تايم. راح تكون اسم السلسلة تايم كرافت. فيبقى يا جماعة السيرفر ده فيه مودات مرة كثيرة، يعني أكثر من 39 مود. هنا أوبجكت كمشي مود مود. فيا جماعة أبغى أقول لكم شيء، رمضان مبارك، وإن شاء الله يكون شهر يمر عليكم حلو. فيبقى الحين يلا نسوي كيفينج. أعرف أني بديت قبل ما أصور فيديو، بس يلا عادي سماحات عشان تحمس كثير. هذا كل شيء اللي جمعته أول يوم. والله مرة كثير أورات. لقيت حتى سلايم تحت، لقيت سلايم تحت الكيف. يا جماعة الحين أنا تقريبا جاهز ويب بنروح الكيف. هو ده، ما أعرف شو اسمه ده، تين آر. مهم أخذ كل شيء. بصلت، صفر، زعتر. هو زعتر بس ما أعرف هنا. أنا مستخدم نجامة عشان ما استخدم الشمع. ناخذ ايرون طبيعي على الحال. ايوه، مين اللي ما يريد ايرون؟ وكارل خلاص اتوقع اخذ بس دي. نروح ناخذ الايرون. والله هذا السيرفر مرة خرافي، فيه مرة مودات اسطورية. في حتى مود حق بوابة، اذا دخلتها راح تندم، وهو بلون احمر. لون احمر. اليوم اول دخلت لها ما قدرت اخرج، حتى سوالي واحد ادمين تي بي سوالي. لا سبير، ما اعرف بالضبط وش اسوي بيه. كايل اتوقع يكفي. لا احتاج من تي بي. طيب يا جماعة بسرع الفيديو عشان لايك شوية. دقيقة، سوي نفسه بطل وجاي عندي. اللي يسأل كيف جبت 44 اكس بي، كنت البارحة بكيف ولقيت بلوكة اسمها على شكل اكس بي وشكلها غريب، وكسرتها وطلعت لي اكثر من 20 اكس بي. ولقيتها مرة تانية بس نادرة تلقيها، اتوقع تلقيها ارتفاع 14. احنا بطلعت حان راح ننزل
تدرجا عشان في مرة كتير اوراق. تونغستن خليه عندنا اتوقع كافي. عندنا حتى ما شاء الله الكايل ويب اتوقع بان انا عرفت عارف كنت راح اقول ان راح الاقي شو اسمه سلايم. بس تشوف ذي اللوكات راح تعرف ان في سلايم. روك صوت ما اعرف بالضبط ايش ده. سكر ما اعرف صوت اتمايس ات اول. في كم شيء ما اعرفه. سلفر اتوقع ستون غريب الشكل. سلايم تحتاج اذا سويت ستون او شيء زي كذا. سيلفر اور باخذه. سيلفر اور اللي عجبني هو انه تقريبا قدرته زي الايرون بس قوي عليه شوي. والديرابيليتي فيه مره كثيره 4000 مو زي الايرون. مسوي حتى السيف فيه 7 دامج بس فيه الديرابيليتي 600. يب ناخذ نكمل جميع السلايم. والشباب اللي موجودين هنا سين اوه ما راح اخذه الحين. يا جماعة ايضا انطلق خلاص اسحب عليهم اسحب عليهم. دقيقة وش احط عشان اقفز. ظنيت ما عندي ديرت الروبي. او ماي جاد حصلت اشيفمنت. وش ذا شيوال الروبي. او ماي جاد بس اتوقع مو قوي كتير. يب مو قوي.